هاي، ازيكم؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على تاني تشابتر عندنا اللي هو السليفري جلاند. السليفري جلاند طبعا هنتكلم عليها على تو فيديوز ان شاء الله. الفيديو الاولاني هنتكلم فيه على كلاسيفيكيشن، اللي هو الفيديو ده كلاسيفيكيشن اوف سليفري جلاندز والكومبوننتس اللي بتتكون منها اي سليفري جلاند. طيب اول حاجه هنبتدي بيها هي الكلاسيفيكيشن اوف سليفري جلاندز. طبعا السليفري جلاند انا ممكن اكلاسيفايت اكوردنج لكذا حاجه، خلاص. فاول حاجه هكلاسيفاي سليفري جلاند اكوردنج ليها هي اللوكيشن. انا عندي سليفري جلاندز موجوده في مكانين في الاورال كافيتي. اول مكان اللي هو الاورال فيستيبيول، ده اول مكان هلاقي فيه سليفري جلاندز، والسليفري جلاندز اللي انا هلاقيها موجوده في الاورال فيستيبيول هم بالظبط ثلاثه، اللي هم الليبيل والباكل والباراتيد سليفري جلاند. الثلاثه دول السكريشن بتاعهم بيفتحوا في الاورال فيستيبيول، خلاص بتطلع السكريشن بتاعها في الاورال فيستيبيول. طيب ايه تاني حاجه؟ بقيه السليفري جلاندز كلها موجوده في مكان تاني اللي هو الاورال كافيتي بروبر. بقى بقيه الاورال كافيتي يبقى الاورال فيستيبيول هو الليبيال باكل باراتيد، وبقيه السليفري جلاندز كلها هلاقيها في الاورال كافيتي. مين بقى بقيه السليفري جلاند؟ اللي هم البالاتاين سليفري جلاند. البالاتاين اللي هم متقسمين هارد وسوفت ويوفيولا، كل دول على بعض بسميهم بالاتاين سليفري جلاند. بعد كده في سليفري جلاندز موجوده في الماوث فلور، زي او بتفتح في الماوث فلور، يعني في فلور اوف ذا ماوث، اللي هي السابلينجوال. وناخد بالنا ان السابلينجوال دي نوعين، في سابلينجوال ميجر وسابلينجوال ماينر، الاثنين بيفتحوا في الفلور اوف ذا ماوث. بعد كده عندي السابمانديبولر سليفري جلاند والجلوسوبالاتاين جلاندز، خلاص. بعد كده عندي التونج جلاند، الجلاندز اللي انا بلاقيها جوه التونج. احنا اخدنا منهم اثنين قبل كده في الفيديو اللي فات، اللي هي الفون ابنر والويبر، وهنزود عليهم واحده تانية اسمها بلاندن نون، خلاص. دي بقيه السليفري جلاندز اللي بتفتح في الاورال كافيتي بروبر. طيب دي كلاسيفيكيشن اكوردنج تو لوكيشن. انا ممكن اديها كلاسيفيكيشن تانيه اكوردنج للسايز. اكوردنج للسايز هلاقي ان انا عندي نوعين من السليفري جلاند، ميجر سليفري جلاند وماينر سليفري جلاند. مين الميجر؟ الميجر هما ثلاثه، باراتيد سبمانديبولر وسبلينجوال. وانا حطيت ما بين بتوين براكتس كلمه ميجر تحت كلمه سبلينجوال، ليه؟ لان السبلينجوال فيه سبلينجوال ماينر وفيه سبلينجوال ميجر، خلاص. فهنحطها في التو كلاسيفيكيشنز، هحطها تبع الماينر وهحطها برضو تبع الميجر، خلاص. يبقى انا عندي دلوقتي السبلينجوال ميجر موجوده تبع الميجر سليفري جلاندز، وهاجي دلوقتي اقول مين هم الماينر سليفري جلاندز. هلاقيهم كل اللي باقي بقى، كل اللي فاضل عباره عن ماينر سليفري جلاند، اللي هم الليبيال والباكل، البالاتاين والجلوسوبالاتاين والسبلينجوال ماينر واللينجوال جلاندز، تمام. طيب بعد كده بقى هبتدي اكلاسيفايد اكوردنج لايه؟ اكوردنج للنيتشر اوف سيكريشن، ودي اخر كلاسيفيكيشن عندي، خلاص. يبقى انا قسمتها اكوردنج للوكيشن بتاعها واكوردنج للسايز، واخر حاجه هقولها هي اكوردنج للنيتشر اوف سيكريشن. انا عندي في السليفري جلاندز في منهم بيطلعوا لي سلايفا بتبقى ووتري، خلاص دي بتبقى تعتبر سيرس سليفري جلاند، وفي بيطلعوا لي السلايفا بتبقى فيسكوستي بتاعتها عاليه شويه، دي بسميها ميوكس سليفري جلاند، وفي بيطلعوا لي ميكس سيكريشن، تقدر تطلع لي الاثنين، ودي هحطها في كلاسيفيكيشن ثانيه هسميها ميكس سليفري جلاند، خلاص. طيب انا هقول اول حاجه البيور سيرس سليفري جلاند، اللي هي السليفري جلاندز اللي بتطلع لي سيرس سيكريشن، بيبقى السلايفا بتاعتها ووتري. مين هما؟ هما بالظبط اتنين، فون ابنر سليفري جلاند اللي احنا اخدناها الفيديو اللي فات اللي موجوده كانت تحت الفيليفورم وال سوري اسفه تحت الفولييت والسيركمفاليت بابيلي، كان تحتهم في فون ابنر سليفري جلاند، ودي كانت بيور سيرس، ومعاهم الباروتيد. بس برضو المره دي حطينا between brackets parotid adult. اشمعنى؟ لان البروتيد اول ما يعني عند الانفنس وعند الاطفال الصغيرين، خلاص دول بنخلي بتبقى البروتيد بتاعتهم ميكست، خلاص. بعد كده في الادلت بتبتدي ترجع بقى تبقى بيور سيرس سليفري جلاند، وفي الاولد ايج بتتحول الى ميكست تاني، يعني هي بتبتدي ميكست بعد كده تبقى بيور سيرس بعد كده تبقى ميكست. فعشان كده احنا حطينا البروتيد ادلت هي اللي بيور سيرس، تمام، ومعاها طبعا الفون ابلر. طيب تاني نوع اللي هو البيور ميوكس، خلاص ما بتطلعش غير ميوكس سيكريشن. زي مين؟ زي البالاتاين كلهم التلاتة اللي هما الهارد والسوفت واليوفيولا، ومعاها جلوسو بالاتاين، ماينور سابلينجوال وويبر سليفري جلاند، خلاص. نخلي بالنا برضه انا قلت ماينور سابلينجوال لان الميجور سابلينجوال هتبقى في كلاسيفيكيشن اللي جاية، خلاص هتبقى تبع الميكست، يبقى الماينور سابلينجوال تبع البيور ميوكس، تمام.
طيب اخر حاجه اللي هي الميكست سليفري جلاند. الميكست سليفري جلاند دول هيبقى فيهم الباقيين بقى كلهم، اللي هم ليبيال والباكل جلاندز، السبمانديبولر جلاند، الباروتيد انفنت اند اولد ايج، ومعاهم الميجر سبلينجوال وبلاندنون اللي هي كانت تبع السليفري جلاندز اوف ذا تونج. خلاص كده احنا قلنا كل كلاسيفيكيشن بتاعه السليفري جلاند. باي ذا واي الميكست سليفري جلاند هي ممكن نعمل لها فيرذر كلاسيفيكيشن، هي ممكن تبقى ميكست بريدومينانتلي سيروس او ميكست بريدومينانتلي ميوكس. خلاص بس دي مش عليكم ومش موجوده متهيالي في النوتس فمش هنقولها دلوقتي. طيب بعد ما اتكلمنا على كلاسيفيكيشن هبتدي بقى دلوقتي اتكلم عن ايه بقى الكومبوننت او الستراكشرز بتاعه السليفري جلاند. السليفري جلاند دي بتتكون من ايه؟ احنا ليه اخترنا او انا ليه مختاره الثيم يبقى شكله كده شبه الجريبس؟ لان الجريبس دي بتمثل السليفري جلاند. السليفري جلاند شبه الجريبس بالظبط، العنب نفسه ده، الدوائر بتاعه العنب دي شبه الاسيناي. لو انا ما خدتش فيها لما باخد فيها كروس سكشن هنشوف بقى الشكل النورمال اللي احنا عارفينه، بس هي اصلا تبقى شكلها مدوره كده، كوره كده شبه العنب بالظبط. والعناقيد بتاعه العنب اللي طالعه منها دي هي بالظبط شبه الدكت سيستم بتاع السليفري جلاند. خلاص عباره عن دايما العنب بيبقى طالع منه عنقود صغير كده، وبعد كده يفضل يكبر يكبر لحد ما توصل للعنقود الكبير اللي احنا بنمسكه منه ده. خلاص فهي نفس الفكره، الدكت سيستم بيبقى بادئ بدكت صغيره بعد كده تكبر 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 لحد ما وصل للمين دكت. فهو ده احسن اكزامبل اقدر اشرح عليه structure of salivary gland. طيب احنا هنتكلم في الاول salivary gland دي بتتكون من ايه. اول حاجه اسمها parenchymal part. البارينكيمال بارت ده بيتقسم لحاجتين. خلاص اول حاجه ده دايجرام للسليفري جلاند. لو بصينا على الدايجرام ده هنلاقي حاجتين، حاجه شبه الكوره وطالع منها دكت صغير. خلاص اللي شبه الكوره دي بسميها سيكريتوري بورشن، اللي هي العنبايه نفسها. خلاص بسميها سيكريتوري بورشن، والسيكريتوري بورشن ده هو اللي بيسكريت السلايف. خلاص كذا نوع بقى السيكريتوري بورشن ده، في منه كذا نوع، يا اما يبقى سيرس ويطلع لي ووتري سيكريشن، يا اما يبقى ميوكس ويطلع لي سكريشن فيسكس شويه، يا اما تبقى ميكست. خلاص يبقى هي دي اللي بتطلع لي السلايفا بالانواع بقى بتاعتها. يبقى اول بارت في البارينكيمال اليمنت اللي هو السكريتوري بورشن، يا يبقى سيرس يا يبقى ميوكس يا يبقى ميكست، وده اللي احنا بنسميه الاسيناي. خلاص السكريتوري بورشن اللي هي الاسيناي بانواعها. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي الدكت سيستم، ده تاني جزء من البارينكيمال اليمنت. يبقى البارينكيمال اليمنت عباره عن العنبايه والعنقود اللي طالع منها، الاسيناي نفسها اللي هي سكريتوري بورشن وطالع منها دكت سيستم. خلاص الدكت سيستم هو كمان انا ما عنديش دكت واحده، انا عندي كذا دكت بتختلف في الحجم. خلاص فاول حاجه بتبتدي بانتركاليتد دكت، بعد كده تكبر شويه تبقى سترايتد، تكبر شويه تبقى اكسكريتوري دكت، واخر حاجه خالص بتنتهي بالمين دكت اللي بتطلع السكريشن في الاورال كافيتي بقى في الاخر. طيب كل ده يعني النمبر 1 ونمبر 2 دول كلهم تحت كلمه بارينكيمال اليمنت. طيب يبقى انا عندي دلوقتي دكتس وعندي اسيناين، حواليهم اللي ماسكهم في بعض او اللي ماسك الجلاند في بعض حاجه اسمها كونكتيف تيشو ستروم. كونكتيف تيشو ستروما دي بتقسم لي الجلاند انتو لوبس اند لوبيولز. خلاص عباره عن ايه؟ عباره عن فايبرز بلاد فيسلز، متقسمه فايبرز كتيره قوي متقسمه، مقسمه الجلاند انتو لوبس، وكل لوبس متقسم هو كمان انتو لوبيولز عن طريق الايه الكونكتيف تيشو سيبتا بتاعتي. طيب ده تاني جزء في الستركتشر بتاع السليفري جلاند. يبقى احنا قلنا بارينكيمال اليمنت اللي قسمناها انتو اسيناي او سيكريتوري بورشن ومعاها دكت سيستم، وبعد كده قلنا في كونكتيف تيشو ستروما بقى لماهم بقى كلهم مع بعض ومقسمها انتو لوبس اند لوبيولز، واخر حاجه خالص اللي لونها يالو دي اللي عامله زي الحبل ملفوف حوالين الاسيناي او حوالين السيكريتوري بورشن من بره. الحبل ده عباره عن بروسيسز، هي دي عباره عن سيل. خلاص السل دي ليها بروسيسز طويله ماسكه الاسيناي حوالين، لفه البروسيس بتاعتها لفه حوالين الاسيناي وكمان حوالين الدكت، اول حته من الدكت سيستم دي بسميها مايو ايبيثيليال سل. خلاص يبقى دي انا بسميها ايه؟ بسميها مايو ايبيثيليال سل، وهنشوف هنتكلم عليها لما نيجي نشوف هنرسمها ازاي. طيب كده انا قلت كل الاستراكشر بتاعه السليفري جلاند. عايزين بقى ايه؟ نبتدي نتكلم عن حاجه حاجه فيهم ونشوفها. اتفقنا ان الاسيناي اللي هي العنب نفسه، خلاص الوحدات بتاعه العنب شكلها ايه من الصوره كده؟ شكلها مدوره، شكلها دايره. خلاص بس كل واحده فيهم من جوه بيبقى شكلها مختلف على حسب الاسيناي دي سيرس ولا ميوكس ولا ميكست.
طيب هنبتدي اول حاجه بالسيرس اسيناي، ودي احنا رسمناها قبل كده لو فاكرين، رسمناها في الفون ابنر سليفري جلاند في الفيديو اللي فات. كنا بنرسمها ايه؟ بتبقى هي راوندد وعندها بيراميدال سيلز، واليومن بتاعها كان ضيق، وعندها النيوكلياي بتاعتها كانت راوندد وبيزل. ده شكل السيرس اسيناي العاديه اللي احنا متفقين عليها يعني. خلاص طيب اللي انا هزوده بس دلوقتي ان انا زي ما اتفقنا لو فاكرين الدياجرام اللي فات، الماي ابيثيليال سيل اللي هي اللي كان عندها بروسيسس طويله كانت لونها يلو في الصوره اللي فاتت، كانت لفه حوالين السكريتوري اسيناي. لما باخد كروس سكشن بتبان شكلها ايه بقى؟ الماي ابيثيليال سيل دي بتبان دايره تانية حوالين الاسيناي، وفيها السيل ساعتها شكلها فلات كده خلاص، لان انا واخده فيها كروس سكشن. فالحلقه اللي من بره دي اللي فيها تو فلات سيلز دي بسميها مايو ابيثيليال سيل، انما دي المدوره اللي بيراميدال سيلز واليومن ضيق دي السيرس اسيناي. خلاص طيب في حاجه كمان بس عايزه اقول لكم عليها في الرسمه دي، لو واخدين بالكم ما بين ان بتوين البيراميدال سيلز في بيراميدال سيلز لازقين في بعض زي دول، وفي بيراميدال سيلز في ما بينهم فراغ شويه. الفراغ ده بسميه انترسيلولار كانالكيولاي. خلاص ايه سبب وجود الانترسيلولار كانالكيولاي دي؟ لان زي ما اتفقنا انا عندي اليومن ضيق، لما السل بتكون السكريشن بتكون للسكريتوري فازيكلز اللي مليانه سلايفا بتطلعها من الابيكال بورشن عند الراس بتاعه البيراميد، بتطلعها ايه؟ بتطلعها جوه اليومن. فعلشان انا عندي السل البيراميد الايبكس بتاعه ضيق شويه، فعشان ازود السيرفيس اريا علشان اقدر اطلع الفازيكلز اسرع، فبيبقى في انترسيلولار كانالكيولاي فراغ كده. الفراغ ده اللي ما بين التو بيراميدال سيلز دول هو ده اللي انا بقدر اطلع منه سيكريتوري فيزيكلز برضو، فهو الهدف بس منه ان انا ازود السيرفيس اريا. الانترسيلولار كانالكيولاي دي مش بلاقيها قوي، او بلاقيها بعدد اقل بكتير قوي في الميوكس اسيناي، لان الميوكس اسيناي بيبقى اوريدي شكل السيل فلات. فهتشوفوها طبعا الفيديو سوري السلايد اللي جايه، السيل بتبقى فلات، فاوريدي انا عندي سيرفيس اريا كبيره، فمش محتاج ان انا يبقى عندي انترسيلولار كانالكيولاي كتير. خلينا نشوف برضو شكلها عشان تبقوا معايا في الموضوع ده. شكلها ايه؟ رسمناها برضو لو فاكرين، رسمناها في الهارت باليت. لو فاكرين الاسيناي اللي احنا كنا رسمناها في الهارت باليت كان شكلها ايه؟ كان شكلها اوفل، والسيلز بتاعتها كانت عباره عن ايه؟ فلات سيلز وعندها فلات بيزل نيوكلياي. تمام، وسنس ان هي اسيناي هي كمان هيبقى حواليها مايو ابيثيليال سيل لفه حواليها، فهي كمان هرسم لها دايره تانية نفس شكلها بالظبط اوفل برده وفيها تو فلات سيلز. خلاص طيب زي ما انا قلت لكم، انا هنا ما عنديش انترسيلولار كانالكيولاي كتيره، لان الفلات سيل اوريدي عندها سيرفيس اريا عاليه قوي كبيره قوي، فهطلع مش محتاج ان انا ازود لها سيرفيس اريا، هي اوريدي فلات سيل وعندها مكان كبير قوي ممكن تطلع منه السكريتوري فازيكلز. طيب خلينا نشوف مقارنه كده سريعه ما بين التو تايبس اوف اسيناي. لو انا بصيت عليهم باللايت مايكروسكوب هشوف ايه؟ باللايت مايكروسكوب هشوف ان السيرس اسيناي شكلها راوندد وعندها بيراميدال سيل، عندها راوندد نيوكلياي وبيزل، وعندها اليومن ضيق وانترسيلولار كانالكيولاي كتيره. لو بصيت الناحيه الثانيه على اليمين هلاقي ان السيل شكلها اوفل، عندها فلات سيلز فلات نيوكلياي وبيزل، عندها اليومن واسع، وما عندهاش انترسيلولار كانالكيولاي كتير. خلاص طيب ده اللي انا هشوفه، بس انا هشوف ايه كمان؟ لو كبرت السيلز شويه، لو بصيت على السيلز ركزت اكتر، هلاقي كمان ان السيتوبلازم بتاع السيرس اسيناي البيراميدال بيزوفيليك مزرق شويه، انما السيتوبلازم بتاع الميوكس اسيناي بيبقى ماله؟ بيبقى اسيدوفيليك، السيتوبلازم بتاعه بيبقى محمر شويه. خلاص طيب هشوف ايه تاني؟ ممكن اشوف ايه تاني؟ هشوف ان انا عندي في السيرس اسيناي عند الابيكال بورشن بتاعها فيها جرانيولز، عند الجزء الابيكس بتاعتها فيها جرانيولز. الجرانيولز دي اسمها ايه؟ اسمها زايموجين جرانيولز. خلاص يبقى جرانيولز اللي بتبقى موجوده في السيرس اسيناي بتبقى اسمها زايموجين، بتبقى مكانها فين؟ بتبقى مكانها عند الابيكال بارت اوف ذا سيل. طب الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه هي كمان عندها جرانيولز فوق، بس الجرانيولز بتاعتها بتبقى ما بتلقطش الصبغه قوي في الاتشنت اي، يعني انا هنا عاملاها مزرقه برضو، بس هي المفروض تبقى لونها بتبان كانها فاكيوليشنز. خلاص طيب الفاكيوليشنز دي بتبقى مكانها فين؟ برضو موجوده عند السل من فوق، بس المره دي هديها اسم تاني، هديها اسم زايموجين جرانيولز. خلاص سوري ميوسجين اسفا جرانيولز.
يبقى الجرانيولز الزايموجين جرانيولز موجوده في السيرس، الميوسوجين جرانيولز موجوده في الميوكس. في حاجه برضو بس هقول لكم عليها، ان الزايموجين جرانيولز بيبقى لونها في الاساس رد، يعني انا عاملاها بلو بس هي المفروض يبقى لونها احمر شويه، بيبقى المفروض لونها رد. خلاص طيب، في حاجه بقى مهمه قوي عايزين نتكلم عليها، ديفرنس ما بين الاثنين. طبعا الاثنين بيخرجوا السكريشن بتاعهم باي اكزوسايتوزس. انا عندي جلانز بتطلع السكريشن بتاعها باي اكزوسايتوزس، وفي الحاله دي بتعتبر اسمها ميروكلاين جلاند، ميروكلاين جلاند. خلاص دي الجلانز اللي بتطلع السكريشن باي اكزوسايتوزس اسمها كده. طيب في جلانز تانية بتطلع السكريشن بتاعها عن طريق ان الايبكس اوف ذا سيل يتقطع، دي بسميها ايه؟ دي بسميها في الحاله دي ايبوكراين جلاند. خلاص طيب، في جلانز تانية علشان تطلع السكريشن السل بتتقطع خالص، بتنفجر كده وتطلع السكريشن بتاعها، دي في الحالة دي بسميها او تعتبر نوعها يعني هولوكراين جلاند. طيب نوع السليفري جلانز دي تصنف ميروكراين جلاند، يعني بتطلع السكريشن بتاعها باي اكزوسايتوزس. بس في اختلاف بسيط قوي ما بين الاكسكريشن بتاع السلايفا في البيراميدال سيلز في السيرس يعني اسيناي عن الميوكس اسيناي. خلينا نشوف بس ايه هو. احنا مش هنتكلم كتير قوي ان ديتيلز في البروتين فورميشن بيحصل ازاي، بس احنا كلنا عارفين ان البروتين بيتكون في الرف اندبلازميك ريتيكولم، وبعد ما بيخرج بيروح رايح على جولجي اباريتس يتعمل له باكينج وكل الحاجات دي. فاحنا هنبتدي من مرحله بعد ما حصل له باكينج، خلاص بعد ما خرج من الجولجي اباريتس. طيب هو بيخرج ان ذا فورم اوف ايه؟ ان ذا فورم اوف فيزيكل، فيزيكل مليانه سلايف. طيب الفيزيكل دي هيحصل لها ايه؟ هتبتدي تتحرك تروح عند ال membrane of the cell. اول ما توصل عند الممبرين بتاع السل هيبتدي يحصل لها يحصل يونيون ما بينهم هما الاثنين، يلحموا مع بعض، وفي الاخر الممبرين يتفتح وراح مطلع السكريشن بتاعي بره، وبعد كده ارجع اقفل تاني والسل ما بيبقاش حصل لها اي شيء، ولا اتضرت ولا اتقطعت ولا حصل لها اي مشكله، والسكريشن بتاعي طلع فين بقى؟ طلع في اليومن، وبدا بقى رحلته ان هو ينتقل بقى من اليومن بتاع الاسيناي للانتركاليتد داكت. خلاص ده الاكزوسايتوزيز النورمال العادي اللي بيحصل في السيرس اسيناي. طيب on the other hand لو بصيت على الميوكس هلاقي ايه؟ هي كمان الفيزيكل ساعتها حصل لها باكينج بعد ما طلعت من الجولج اباريتس، بدأت تتحرك على مين؟ بدأت تتحرك على الممبرين of the cell. بس هنا بقى الاختلاف، ان انا برضو بوصل عند الممبرين، الفيزيكل مش بتلحم مع الممبرين وتطرد السلايف بتاعتها بره زي ما بيحصل، لا، اللي بيحصل ان الممبرين بيفتح بيطلع السلايف بالفيزيكل اللي حواليها انتكت، الفيزيكل كلها بتطلع بره السل. ليه يعني ليه حصل الاختلاف ده؟ همثلها لكم بحاجه يعني واضحه شويه. انا دلوقتي عندي واحده بتطلع لي ووتر سيكريشن زي الميه اللي هي السيرس، واحده بتطلع لي سيكريشن فيسكوستي بتاعتها عاليه زي العسل مثلا. خلاص انت لو مسكت جردل ميه مليان ميه ودلقته قدام الباب، فتحت الباب ودلقته، عملت له اكسكريشن بره ورحت دلقه بره الباب، الميه هتجري، يعني الميه عادي ما عندهاش اي مشكله، فيسكوستي بتاعتها قليله، اول ما هتدلق الجردل الميه هتجري وهتروح داخله جوه الدكس بتاعتك عادي. انما لو مسكت نفس تحت نفس الباب ده وحطيت عسل في الجردل بدل ما حطيت ميه، هتدلق العسل هيفضل قاعد قدام الباب، الفيسكوستي بتاعته عاليه قوي، مش هيجري مش هيسرح. فهي نفس الفكرة، أنا لو خدت الفيسكس سيكريشن بتاع الميوكس أسيناي ده وقطعت الفيزيكل ورميتها في اليومن كده من بدري، السيكريشن مش هيخرج برا اليومن إلى الدكس بسهولة. خلاص فأنا كمساعدة بقى إن هو يسرح، يعني هو عشان الفيسكوس بتاعته عالية هي مسرها هتتقطع، بس تتقطع بعيد شوية، فإيه اللي هيحصل؟ إن أنا هخرج الفيزيكلز انتكت، كل فيزيكل سليمة، وهي بتجري بقى في اليومن وداخله جوه الانتركاليتد الضيقه دي بالاحتكاك بقى ما بينها وبين الفيزيكال ستانين، كده كده هتتقطع، يعني هتتقطع، بس هتتقطع امتى؟ والسكريشن يخرج منها قدام شويه، بعيد عن اليومن شويه، تبقى الى حد ما يعني قطعت الطريق كده قبل ما وصلت قربت من الدكت اكتر. خلاص هي دي بس الفكره. يبقى هنا انا بخرج السكريشن، الفيزيكال بتتقطع بتلحم مع الممبرين وبتتقطع وبتطلع السكريشن، السكريشن بيجري عادي في السيرس اسيناي. في الميوكس لا، بطلع الفيزيكال على بعضها وبعد كده قدام بتتقطع وهي واصله داخله على الدكس بتاعتي لما ايه تتجمع بقى هي بقى وبقيه الفيزيكلز التانيين. خلاص فمسارها كده كده اتقطع، بس هتقطع قدام شويه. خلاص طيب نشوف بقى اخر نوع من الاسيناي، ثالث نوع اسمه ميكست اسيناي. من اسمه كده
هو بيبقى شكله شبه النوعين، يعني واخد حاجه من السيرس وحاجه من الميكس، فشكلها بيبقى ايه؟ بيبقى شكلها ميوكس اسيناي عادي جدا، وعندها حاجه اسمها دمليون هلال. خلاص الهلال ده بيبقى سيرس، بتبقى النيوكلياي بتبقى سوري السيل بتاعته شكلها بيراميدال وعندها بيزل نيوكلياي، يبقى هي عباره عن اوفال سيل او اوفال اسيناي بتاعه الميوكس ومعاها حته هلال صغير كده، بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن بيراميدال سيلز، ده الجزء السيرس بقى، فهي عندها حته سيرس وحته ميوكس. الجزء السيرس ده بسميه اسمين، يا اما اسميه دمليون فون ابنر، لان اللي اكتشفه العالم اللي هو اسمه فون ابنر اللي احنا جبنا سيرته من شويه وسمينا الجلاند على اسمه، هو برضو اللي اكتشف الحته دي وسماها على اسمه، سماها دمليون اوف فون ابنر. وليها اسم تاني، ليها اسمه كراسنت اوف جاينوز، كراسنت عشان هي هلال. خلاص يبقى يسميه دمليون اوف فون ابنر يسميه كراسنت اوف جاينوز. دي كلها على بعضها اسمها ميكس اسيناي. ناقصها ايه بقى؟ ناقصها ان انا ارسم حواليها هي كمان المايو ابيثيليال سيل. خلاص كده يبقى احنا قلنا الثلاث انواع بتاعه الاسيناي. عندي ايه بقى بعد كده؟ عايزه اتكلم بقى عن الدكت سيستم. الدكت سيستم هي بقى العنقيد الخضراء اللي ماسكه اللي طالعه من العنب دي، اللي انا بسميها دكت. لو بصينا عليها هنلاقي ان هي كل عنبه طالع منها حته صغيره، بعد كده بيلحموا كلهم في دكت اكبر شويه وهكذا، كل ما هطلع لفوق كل ما الدكت بتاعتي هتلحم في دكت اكبر منها. هو ده الدكت سيستم بالظبط. لو هنيجي بقى نتكلم على اول نوع فيه، اول حته في الدكت سيستم، اول مخرج من السيرس اسيناي او الميوكس او الميكس، يعني بعد السكريتوري بورشن على طول، اول جزء بعد السكريتوري بورشن بسميه انتركاليتد دكت، ودي اصغر دكت في الدكت سيستم. شكلها ايه؟ الانتركاليتد دكت بتبقى شكلها راوندد بس الدايره بتاعتها اصغر من الاسيناي. خلاص يعني الاسيناي بتبقى اكبر من الانتركاليتد، اصغر حاجه خالص هي الانتركاليتد. الانتركاليتد دكت بتبقى اللايننج بتاعها عباره عن كيوبويدال سيلز براوندد نيوكلياي. خلاص ولو فاكرين انا قلت في اول الفيديو ان الماي ابيثيليال سيل بتبقى لفه حوالين البروسيسز بتاعتها ماسكه الاسيناي باول حته من الدكت، فانا هنا هرسم حواليها ماي ابيثيليال سيل. بعد كده خلاص البروسيسز بتاعت الماي ابيثيليال سيل مش بتوصل لبقيه الدكت بتاعتي، بس هي بتوصل لحد الانتركاليتد بس. طيب تاني نوع عندي مين؟ الجزء اللي بعد الانتركاليتد على طول، الدكت الاوسع شويه اللي بعدها، دي بسميها سترايتد دكت. طيب سترايتد دكت دي بتبقى شكلها ايه؟ دي بتبقى شكلها اوفل، بس هي اوفل بس حجمها اكبر من الاسينايز بقى. يعني اتفقنا ان انا عندي اسيناي، ايا إن كان انت هترسمها ازاي او هترسمها حجمها قد ايه، لما تيجي ترسم الانتركاليتد هترسمها اصغر من الاسيناي، لما تيجي ترسم سترايتد لازم ترسم لي الاوفل بتاعتها اكبر من اي نوع اسيناي انت رسمه، سواء كان ميكس او ميوكس او سيرس، الدايره دي لازم تبقى اكبر. خلاص الاوفل ده بيبقى اكبر منها. خلاص طيب بعد كده السترايتد دي بتبقى ايه؟ لايند باي كولامينر سيل. خلاص طيب السترايتد دي مهمه جدا. الانتركاليتد دكت كان الفانكشن بتاعها ان هي بتطلع لي او بتعدي لي السكريشن فروم ذا ليومن تو ذا سترايتد دكت اللي بعدها. السترايتد دكت هي كمان بتكونفي السلايفا من الانتركاليتد اللي قبلها للاكسكريتوري اللي بعدها. بس غير كده هي ليها فانكشنز كتيره جدا وكلكم هتلاقوها موجوده عندكم في النوتس، بس من اهم الفانكشنز اللي موجوده في اللي بتعملها السترايتد، ان السترايتد بتعمل بتعدل حاجات في السلايفا. خلاص بتعمل موديفيكيشن على السليفري سيكريشن. الموديفيكيشنز اللي هي بتعملها، اول ما السلايفا بتعدي في السترايتد دكت بتبقى هي في الاساس بتبقى ايه؟ في الاساس بتبقى ايزوتونيك. خلاص بتبقى متعادله. طيب ايه اللي هيحصل؟ هتعدي هنا هبتدي ان انا ايه، بتبتدي تسحب منها الصوديوم والكلورايد وتحط لها بوتاسيوم و HCO3. خلاص اللي هو الصوديوم اللي هو البايكربونات. خلاص يبقى انا بعمل ايه تاني؟ انا بسحب من السلايفا الايزوتونيك بتاعتي دي، هسحب منها الصوديوم والكلورايد وهحط لها بوتاسيوم وبايكربونات. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي السلايفا بتاعتي بتتحول من ان هي تبقى ايزوتونيك انتو هايبو تونيك سلايفا، التركيز بتاع السلايفا بيقل. خلاص يبقى ده من اهم الفانكشنز اللي الستريتد دكت بتعملها، بتسحب صوديوم وكلورايد وتحط بوتاسيوم بوتاسيوم وبايكربونات، فبتقلل التركيز بتاع السلايفا فبتتحول من ايزوتونيك انتو هايبوتونيك. طيب الموضوع ده بيبقى محتاج انرجي،
فعلشان اعمل الموضوع ده السيلز اللي موجوده الكولامنر سيلز بتاعت السترايتد سيلز بتاعت سوري السترايتد دكت بتبقى مليانه ميتوكوندريا عند البيزل بورت بتاعها. خلاص يبقى عند السيل من تحت عند البيزل بورت بتبقى مليانه ايه؟ مليانه ميتوكوندريا. دي اول حاجه. تاني حاجه فيها حاجه اسمها مايكروفيلاي، خلاص اعتقد انتوا خدتوها قبل كده. هي بتبقى من تحت مش مقفوله سموث كده، لا بيبقى فيها مايكروفيلاي، وكل المايكروفيلاي دي مليانه ميتوكوندريا. فنتيجه ان هي فيها مايكروفيلاي وفيها ميتوكوندريا كتير، باللايت مايكروسكوب انا بشوف فيها شرط حمراء كده، بشوفها كان فيها سترايشنز من تحت. بس هي دي اكشلي هي مش سترايشنز، هي سترايشنز دي ريبريزنتنج حاجتين او بتطلع بسبب حاجتين. اول حاجه ان انا عندي مايكروفيلاي عند البيزل بارت، تاني حاجه ان هي ما بين المايكروفيلايز دي انا مليانه الاجزاء دي مليانه ميتوكوندريا، فبيبانوا في الاخر كانها سترايشنز، كانها خطوط موجوده في السترايتد داكت لونها احمر. تمام، عشان هي فيها سترايشنز احنا سميناها سترايتد داكت. خلاص طيب، بعد كده هدخل على الثالث نوع من انواع الدكتس اللي هي الدكت اللي بعد الاسترايتد دي، بسميها اكسكريتري. والحقيقه انتوا عندكم كلاسيفيكيشن في النوتس لكذا حاجه اكسكريتري. انا عندي نوعين من انواع الاكسكريتري، في حاجه اسمها انتر لوبر وحاجه اسمها انتر لوبيلر. خلاص الاكسكريتري دكت احنا اتفقنا ان انا عندي الكونكتيف تيشو ستروما دي بتبقى ايه، بتقسم لك اللوبس واللوبيو، بتقسم لي الدكت انتو لوبس في الاول وبعد كده بتقسم لي اللوب انتو لوبيولز. انا عندي دكتس موجوده جوه كل لوبيول، يعني كل لوبيول صغير في دكتس معينه لازم الاقيها جوه، وفي دكتس تانية موجوده بره اللوبيول. خلاص ما بين اللوبيولز دي بسميها انتر لوبيولر. طيب لما اطلع بره شويه هيلاقي لوبس كبيره، ما بين اللوبس عندي دكت برضو بسميها انتر لوبر المره دي. خلاص فانا عندي دكتس بسميها انتر لوبيولر. مين اللي انتر لوبيولر؟ اللي هي ما بين اللوبيولز، اللي هي بسميها اكسكريتوري دكت. الاكسكريتوري دكت اللي تبقى ما بين اللوبيولز شكلها بيبقى نفس الشكل بتاع الاسترايتد دكت بالظبط. خلاص هي بره اللوبيول بس شكلها استرايتد. طيب لو خرجت بره اكتر وبقيت بره اللوبس بقى اسمها انتر لوبر. في الحالة دي بلاقي اكسكريتري بقى بس شكلها مختلف. الشكلها بقى هو الشكل اللي انا هرسمه دلوقتي. يعني الاكسكريتري داكت ليها شكلين، الانتر لوبيولر ما بين اللوبيولز الصغيرة بيبقى شكلها شبه شكلها في الاسترايتد داكت، خلاص كولامنر وعندها استرايشنز وكل حاجة. تمام، انما لو خرجت برا اللوبيول وبقيت ما بين اللوبس هلاقي اكسكريتري داكت برضو انتر لوبر، شكلها ايه؟ شكلها كده، الدايرة بتاعتها بتبقى اكبر، ممكن تكملوا الدايرة كلها تعملوها اكبر من الاسترايتد او تسيبوها نص دايرة كده، بس تبينوا لي انها نص دايرة كبيرة شوية. اللايننج بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى سودو ستراتيفايد. لو فاكرين كنا بترسم ازاي كانت تبقى السيلز على تو ليفلز كده، وفيها حاجة اسمها ايه؟ فيها حاجة اسمها جوبلت سيل. وكمل بنفس الطريقة، يبقى هي كولامنر وفيها سيل تانية صغيرة، وهنحط طبعا النيوكلياي على تو ديفرنت ليفلز وعندها جوبلت سيل. ده شكل ايه؟ ده شكل السودو ستراتيفايد سيكريشن، سوري السودو ستراتيفايد ايبيثيليوم اللي بيبقى موجود في الاكسكريتوري داكت. طيب هخرج بقى بره خالص وعايزه الداكت بتاعتي بقى تفتح في الاورال كافيتي، هلاقي بقى عندي الداكت الاخرانيه اللي هي المين داكت. خلاص المين داكت دي بقى هنرسمها ازاي؟ المين داكت دي هي اخر داكت بتفتح على طول في اللايننج بتاع الاورال كافيتي. خلاص فما دام هي بتفتح في الاورال كافيتي في اللايننج بتاعها بيبقى نفس اللايننج بالظبط بتاع الاورال كافيتي. لو فاكرين من الكلاسيفيكيشن بتاعه النيوكاس ميمبرين كنا قسمناها لماستيكاتوري ولايننج وسبيشاليزد، وقلنا ان اللايننج دي بتبقى ايه؟ نون كيراتينايزد ايبيثيليوم. فالمين دكت هنا اللايننج بتاعها هيبقى نون كيراتينايزد ايبيثيليوم. فاحنا هنرسم نص دايره اكبر من النص دايره اللي احنا رسمناها في الاكسكريتوري دكت، وهبتدي املاها بنون كيراتينايزد ايبيثيليوم اللي احنا رسمناه قبل كده، اللي هو بيبقى عباره عن ستراتم بيزال كولامنر، وبعد كده من 6 to 8 لايرز من البوليهيدرال سيلز لازقين في بعض سميناها ستراتم انترميديوم، و2 to 3 لايرز من الفلات سيلز سميتهم ستراتم سوبرفيشال. خلاص طيب يبقى احنا كده خلصنا كل الدكتس اللي عندنا، يبقى احنا قلنا كل الاسينايز وقلنا كل الدكتس. طيب عايزين بقى نشوف اخر كومبوننت في الستراكشرز اللي هو كان المايو ايبيثيليال سيل. المايو ايبيثيليال سيل زي ما اتفقنا هي بتبقى سيل عندها بروسيسز طويله قوي،
خلاص لفه حوالين ايه؟ لفه حوالين السكريتري بورشن بالانتركاليتد دكت. هنرسمها ازاي؟ هنرسم شكل اسيناي ودكت، تمام. وهبتدي اطلع ايه، ارسم بروسيسز كده لفه حوالينهم كلهم، واروح حاطه في الاخر نيوكليي. خلاص هو ده شكل المايو ابثيليال سيل. ايه الفانكشن بتاعها بقى المايو ابثيليال سيل دي؟ المايو ابثيليال سيل الفانكشن بتاعها ان هي عشان هي لفه حوالين الاسيناي والدكت او الحته من الدكت، لما بتكونتراكت بتبتدي بتضغط على الاسيناي وعلى الانتركاليتد دكت، فتروح زقه السكريشن بره اليومن. خلاص يبقى هي بتحصل لها ايه، لما بتكونتراكت بتروح عامله بتبوش السكريشن بره اليومن وتدخله جوه الدكت بتاعتي. طيب بعد كده عندي ايه؟ هبص بس على شكل الحاجات اللي احنا قلناها النهارده. احنا عندنا قلنا 3 انواع من الاسيناي، سيرس وميوكس وميكس، وبعد كده عندي 4 انواع من الدكتس، انتركاليتد اصغر واحده، بعدها سترياتد، بعد كده اكسكريتوري، وبعد كده مين. هقول لكم بس معلومه انا ما كنتش قلتها برضو، احنا اتفقنا ان انا عندي في حاجات كل لوبيول جواه دكتس لازم اساسيه بسميها انترا لوبيولر. الدكتس الانترالوبيولر اللي موجوده ما بين كل لوبيول لازم الاقيها جوه اي لوبيول، هم اول اتنين احنا قلناهم اللي هم الانتركاليتد والسترياتد، دول انترالوبيولر. كل لوبيول هلاقي فيه الاتنين دول. لما بخرج بره اللوبيول بلاقي اكسكريتري، خلاص لما بخرج بقى ما بين اللوبس بلاقي اكسكريتري برضو زي ما اتفقنا. فالاكسكريتري دي في منها انترلوبيولر وفي منها انترلوبر. وقلنا الانترلوبيولر دي بتبقى اللايننج بتاعها شبه السترياتد، خلاص. وبعد كده الانتر لوبر دي اللي بيبقى شكلها سودو ستراتيفايد. وفي الاخر عندي المين دكت اللي احنا رسمناها، قلنا لايننج بتاعها عباره عن نون كيراتينايز ابيثيليوم، وفي الاخر خالص الماي ابيثيليال سيل. كده احنا خلصنا الجزء ده من السليفري جلاند اللي هو اول بارت من السليفري جلاند. بتمنى ان الفيديو ده يكون كان مفيد بالنسبه لكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان تشوفوا بقيه الفيديوز.